فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر صاحب كتاب الوجيز في الفقه أنه يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لما صح عن عثمان. من هو صاحب كتاب الوجيز في الفقه؟ مش الوجيز، هذا ما أعرفه. نعم، ما هو بيكرر مسح، أنه يستحب هذا ما هو بيكرر المسح يا أخي. المسح يضع يديه مبلولتين بالماء كما في الحديث على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة الواردة في الحديث، ولا علينا من الوجيز وغيره. نعم.